طيب صباح الخير، زي ما وعدتكم بنتكلم عن حقة الخضار والرجال اللي شهر فيها. قبل ما اتكلم عن الموضوع ده ادعو الوالدي بالرحمة لانه توفى في زي هذا اليوم في 23 رمضان رحمة الله عليه، الله يغفر له ويرحمه ويرحم جميع اموات المسلمين ويجعلهم من عتقاء شهر الكريم. شيل هذا لو سمحت. ادمي زينا صايمة الساعة 2 الظهر ضربة الشمس اللي ما ادري كم حرارتها قاعدة تبيع بطاطس وعيالها قاعدين بالبيت، او هي نفسها ما عندها عيال. اذا جاء عز التعذيب تعذب نفسها علشان حنا نتصدق عليها. هذا ما الانسان ما يرضى على انسان اخر. المثل بيقول رقع يا مرقع، قال شيء يترقع وشيء ما يترقع. الحين جاء المهم، الراجل هذا الملقوف شاف الحرمة تبيع الخضار في عز الشمس في رمضان وهي صايمة، وراح الميم يحقق معاها. وفي مقطع ثاني لو تشوفوه في اليوتيوب، المهم جاي يقول انت سعوديه ولا ما انت سعوديه، المهم جالس يحقق معاه كانه ولا هو مباحث ولا شرطه. المهم حتى حقين مباحث الشرطه ما يسوي الحركه دي، وفي الاخير كمان يبلغ عليها الشرطه ويجيب لها الشرطه ويقول هذه متسوله وعنده هي بتبيع وهي بتبيع. طيب المهم شوفوا المقطع دحين اللي ححطه في السناب جاي، يمكن كثير منكم ما شافوه. شوفوا هو كان خارج السعوديه ايش يسوي. شوفوا ضمه وبوسه. اخوي احمد والله العظيم انت يا أخي، أنت مثال أعلى لجميع الشباب. الله يوفقك، الله يوفقك، الله يوفقك. يلا في أمان الله. شوف هذا مطعم قصر النيل أو النايل بالاس، تقريبا مقابل له قهوة وشاي العم أحمد، وده مبلغ قد اللي أنت أخذته من أول 3 مرات وزيادة. يعني هذا إن شاء الله يضمن لك بيد الله أحسن مشروع لك والأبناء والبناتك. يا رب يا رب، ويخلي عم أبو علي ويخلي كل مو مني، من هذا من الناس من السعوديين يا سبحان الله. تناقض عجيب، يعني برا السعودية جالس تشجع الناس وتديهم فلوس وتقول لهم أنا والله أقدس الموضوع ده وشي يعجبني، وبنت بلدك أو بنت عايشة في بلدك أو واحدة جالسة تبيع خضار وتبيع أشياء في عز الظهر في رمضان جالسة تسترزق ما مدت يدها وقالت لك أعطيني ريال، جالس تلومها وجالس كمان تبلغ عليها. يا أخي خاف الله، خاف الله في نفسك. لكن سبحان الله هنيئا لهذه الآدمية، أنا متأكد 100% أنها رفعت يدها للسماء ودعت أن ربنا يرزقها ويستجيب دعاها، وكانت إجابة دعاها على يد هذا الشخص سبحان الله. يعني كان سبب في رزقها وأنها تنعرف والناس تتبرع لها، ونائب أمير الشرقية أعطاها محل تجاري يعني رسمي عشان تبيع الخضار، وسبحان الله جاء رزق من جميع رجال الأعمال والناس سبحان الله رفعت مقطعها وجاءها رزق عجيب. والله بصراحة تمنيت أني أنا كنت مكانها، وجاء هذا الرجال الملقوف وصورني عشان أوصل ترند وربنا يرزقني. لكن سبحان الله الحمد لله، الله يرزقها ويكتب لها الخير. هذه الأدمية فعلا شكلها دعت دعوة وهي صايمة وربنا استجب لها، هنيئا لها. وإذا دعت كمان للجنة فهذه إن شاء الله من المقبولين في جناته. الشيء الثاني أقول، يمكن هذا الراجل كمان كان ظالم، وأكيد أنه ظلم أحد وأحد دعا عليه في نهار رمضان، فربنا جزاه وخلاه يصور والناس تمسك عليه الموضوع ده ويحال للنيابة ويفرض عليه جزاءات وغرامات وسجن وإلى آخره. الواحد يقول يا لطيف، في نفس الوقت كمان يقول ما أدري إيش يقول، بس يعني ما تجي لو واحد ولد صغير مراهق يقول تنبلع منه يعني. لكن راجل أنت تقول جد، يعني المفروض انك انت تعلم احفادك تعلم عيالك كيف يتعاطفوا مع الناس، كيف يسترزقوا هم اذا كانوا وقعوا بنفسهم وقعوا في الامور هذه وصار عندهم ضيق. ما في انسان يكون غني الا يوصل به حال انه يكون برضو ايام يعني يحتاج فيها. انت تعلم ولدك انه يشتغل ولا يمد يده لاحد، مو تيجي تقول له والله ليه تشتغل في الشمس وفي نهار رمضان وروح وما ادري ايش وانت ما انت سعودي ولا سعودي. لا لا، الرزق ما هو عيب والشغل مو عيب، وكمان الواحد خلاص انا والله ما عاد فيه اتكلم. انا بصراحة لو مكان هذه الادمية والله اروح اشكر الراجل بالعكس واعفو عنه واسلم على راسه واقول له شكرا انه انت يا حبيبي خليت الناس تعرفني والناس جات تعاطفت معايا والحمد لله ربي رزقني من عنده، والله اسلم على راسه. يقولوا دائما رب ضارة النافعة. عموما يعني كان مذاك تصور اشياء كوميدية اشياء مضحكة الناس بتسوي حركات، دحين احط لك كمان في السنابات الجاية احط لك اشياء للفكاهة للكوميديا لما تصورها الناس تتفاعل معاك مو تتفاعل عليك. يلا شوف السناب الجاية.
عموما هذا السواق صار مشهور بسبب ايش؟ عمته اللي قاعد تصوره من من الشباك، قاعد تترك عليه تقول ايش بدها تلاحس ولا تجنن. المهم جبت المقطع الاصلي وحتشوفوا كيف طلع الاخراج بعد بعد الرقص في الشارع. شوف شوف اسرع وجه. سبحان الله حبيب الحبيب، بس النسخة الهندية. والله يضحكني الهندي ده. عموما خلينا نرجع لموضوعنا. فزي ما قلت لكم، الواحد يا يصور شيء فكاهي ما في منه يعني أذى لأحد، يا يصور شيء خير حلو الواحد يستنفع منه، يا بلاش يصور. زي ما يقول لك، يا تتكلم يا أصمت، قل خيرا أو أصمت. والله كل ما افتكر مقطع الآدمية يجيني النشيد ده اللي دحين طالع في رمضان. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله، هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله. مقطع في السناب الجاية، هذا واحد ساعد الحرمة بدل ما يصورها، ساعده ربنا بعد عنه بلا. الثانية موقف جبر عميق جدا. يعمل هذا الموظف كإداري في أحد البنوك، وصلت إليه هذه الأم لتطلب خروجه لمساعدتها. أجابها بحاضر يا أمي، ولم يقل لا دخل لي، ولم يفكر بأنه منشغل وعمله إداري، ولكن فكر فقط في جبر خاطرها، فترك كرسيه ومكتبه وخرج ليساعدها، ليكتشف أن الله أرسلها له لينقذه، فقد سقطت مروحة المكتب على كرسيه مباشرة. وكأن هذا الحدث رسالة إلهية، فقد طلبت مساعدته، فإن جبر خاطرها جبر الله خاطره بسلامته. ولذلك وجب على برنامج خاطرك مجبور تشجيع أمثال هؤلاء الرجال. سبحان الله. طيب إيش شعورك لما كذا رجعت شفت المروحة سقطت بثواني في نفس المكان الذي أنت كنت جالس فيه؟ أنا قلت هذه المرأة والأم بعدها ربي لا عندي قدرة من اللي كان بيحصل لي. ما قلت لهاش لا ولا أنا مشغول ولا لا كنت مشغول، بس حسيت بشيء من داخلي ضميري يقول لي قم على الحاجة هذه صعدة. الله يسعدك يا أخي عادل، وتقبل منا هذه هدية بسيطة من البرنامج. مشاهدينا الكرام، مثل ما بتساعد غيرك بيبعث لك الله من يساعدك. فالأخ عادل ربما لو قال أنا مشغول أنا مش قادر، فكانت سقطت المروحة على رأسه، وكأن الله يقول له إذا قمت وجبرت الخاطر سينجيك الله من المخاطر.